البنات مرحبا بكم معايا اليوم في القناه ديالي. اليوم بغيت نوريكم كيفاش كنصايب طنجيه بالدجاج. طريقه كنحتاجو البزار، كنحتاجو الكمون، سكينجبير، الخرقوم، ثومه، زيت العود، نص كاس مصير الحامض، جوج كنور الزعفران، الزعفران الحر والسمن. طريقة بسم الله، كنديرو زيت العود، كنديرو معلقة ديال الكمون، كمون ضروري في هاد الوصفة، كنديرو معلقة ديال السكينجبير، كنديرو شوية د الخرقوم، كنديرو السمن معلقة صغيرة، كنديرو الزعفران الحر، كنديرو الزعفران الحر اللي عندو راه يديرو، اللي ما كانش موجود عندو يدير غير كنوط الزعفران. كنديرو كنور الزعفران، الدجاج كامل كنلبسو هكا بهاد هاد المقادير اللي خلطنا. دابا كنزيدو شويه د البزار، كنديرو الحامضه اللي عندنا قطعناها على ربعه، كنديرو الثومه، ملي درنا كاع هاد المقادير هكا كنديرو نص كاس ديال الماء. هو فاش كيطيب تطيب هاد الطنجيه ما نزيدوش عليها ما كنشعلو عليها البوطه ناقصه بزاف، وكنخليوها مده ساعه، مده ساعه كطيب. كنسدو عليها الكوكوت وكنخليوه. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطنجيه ديالنا بعد ما كطيب، كتجي بحال هكا. ها صراحه كنتمنى انكم تجربوها، كتجي غزاله غزاله غزاله.